انا فخوره بيكم وانا سعيده بيكم وبرحله انجما اللي انا خدتها معاكم من وانتم في البدايات 20 سنه واحتفلنا في مصر بمرور 20 سنه. انجما هي انجما فعلا لانها بيقدروا يحطوا فيها كل الانجازات الافكار والابداع في الصحافه بشكل جديد، الصحافه العربيه العالميه، خليط صعب جدا وهم بايونيرز في هذا المجال وقدروا يوصلوا لمستوى عالمي. والنهاردة احنا في لوس انجلوس ونجوم مصر الكبار في هذا المكان الجميل الفور سيزنز، وانا فخورة جدا ان انا قضيت الوقت الجميل ده معاكم.